مرة على التوالي بقالنا 4 سنين اهو بنيجي ان شاء الله تبقى حفلة، كل مرة بتبقى حفلة موفقة. ان شاء الله النهاردة نعمل حفلة حلوة ومحضرين شوية مفاجآت كده ان شاء الله تعجب الجمهور. اغاني من البومي واغاني من الاغاني القديمة، عبد الحليم بقى ووردة وفوزي، عاملين يعني تشكيلة حلوة كده ان شاء الله. الالبوم ان شاء الله يعني احنا المفروض كنا ننزل في الصيف، لكن هنتأخر شوية عشان هنسافر نصور آخر الشهر ده، وأتوقع ان احنا ننزل في شهر 9 ان شاء الله.